أقام المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب سوريا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم ملتقى التبادل الاقتصادي العربي تحت عنوان معا نحو سوق عربي مشترك بمشاركة دول عربية وأجنبية، وذلك في فندق الداماروز بدمشق. أهمية بالغة للمشاريع الاستثمارية التي هي المحور الأساسي لهذا الملتقى. هذا الملتقى مهم جدا، وخاصة في هذه الفترة نجلس نتحاور كيف يمكن أن نطور العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدول العربية. فالصادرات السورية كانت تصل للعديد من دول العربية ودول العالم حتى في أحلك الظروف خلال سنوات الحرب. هناك مشاريع كبيرة جدا ومهمة ستطرح في هذا الملتقى ليكون هناك استثمارات عربية إن شاء الله في سوريا، ستساهم في تطوير التجارة البينية العربية، وسوف تساهم في إلى حد ما في التكامل الاقتصادي العربي. أيضا ستكون لبنة أساسية أولية في قصر الحصار الجائر على الشعب السوري. سنحاول جاهدين إلى جعل التوصيات النهائية بشكل جيد. هلا بالنسبة للفرص الاستثمارية اللي تم طرحها اليوم، عددها 25 فرصة استثمارية. تم التركيز بهذا الملتقى على نوعين من المشاريع: مشاريع الصناعة التحويلية ومشاريع الصناعة الاستخراجية. لدينا موارد طبيعية نحن بحاجة لاستثمارها، تخدم كل الصناعات، تخدم الاقتصاد الوطني. هنالك العشرات من المستثمرين العرب من دول عربية كثيرة، وهنالك مئات من المستثمرين السوريين. هذه فرصة لهم لكي ينظروا في أعين بعضهم ويناقشوا بشكل جدي ماذا يمكن أن نقدم لنهضة عربية واحدة في مواجهة تحديات الحداثة وفي مواجهة محاولات الهيمنة الغربية على هذه المنطقة من قبل القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لإمكانياتنا العربية التي يجب أن تسخر من أجل خدمة التنمية في البلدان العربية. هذا هو الهدف الأساسي.